ملاحظاتكم وآرائكم كلها يعني نقدرها لأنها تصب في مصلحة الشاب والشابة البحرينية. من ناحية مداخلاتكم وملاحظاتكم طبعا أنا أقدرها جدا، كلها راح تنأخذ بعين الاعتبار فيما يخص قطاع الشباب، فيما يخص قطاع الرياضة راح تتحول للهيئة العامة للرياضة بإذن الله. بس من المهم عندي أن أنا أدرسها وأناقشها، وبابي مفتوح لكم دائما وباب الوزارة دائما مفتوح لكم، لأن ما راح نقدر نوصل للمستوى اللي احنا نطمح له بدون تعاوننا معكم. احنا واجبنا كوزارة وأنا واجبي كوزيرة أن أنا أنفذ رؤية جلالة الملك فيما يخص الشباب البحريني. جلالة الملك الله يحفظه مؤمن بالشباب البحريني، مؤمن بطاقاتهم، مؤمن دائما يقول أن الرهان على الشباب مضمون. فإحنا كل خطوة وكل مبادرة وكل برنامج نقوم به في الوزارة واستراتيجية الوزارة ككل هي ترجمة لهذه الرؤية. فإحنا يعني بدون تعاونكم وبدون ما نحط يدنا بيدكم ما راح يكون العمل مكتمل. فأنا جدا أقدر تعاونكم وحابة أن أنا أحط يدي بيدكم، وفي نفس الوقت أنا أثق مع كل الهيئات والوزارات والقطاع الخاص أيضا عشان نطلع بشكل أجمل من ناحية إخراج الشاب البحريني، الاستفادة من طاقاته والارتقاء بالمنظومة الشبابية في البحرين. والله يوفقنا وياكم إن شاء الله وقدرنا على هالمسؤولية. شكراً.